بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. لو انت مشجعين نادي الافريقي فمعلش يعني ممكن تشترك في القناه، لو عيب ولا حرام. عايزين نوصل 100,000 يا صديقي. تقول لي يا كابتن ان انا ما توصل 100,000 ما توصلش، الغرور في داهيه يا حبيبي، احنا موجودين هنا بس بحب الناس. المهم يا صديقي تعالى نتكلم على صفقه الافريقي الجديده، لاعب المولوديه الجزائري عبد الملك كلاش. مين عبد الملك كلاش او عبد الملك كلاش ده؟ بص يا صديقي، هو الراجل ده بيقول عليه ان هو موهبه، وبصراحه الواحد اتفرج على الفيديو اللي موجود على يوتيوب بتاع مهارات اللاعب. اي نعم انا عمري في حياتي ما صدقت اخبار الفيديوهات ده، ولا عمري صدقت اخبار الهايلايتس ده، لان انا بنفسي كنت بعمله. كنت لا مؤاخذه يعني بيبقى عندنا لعيبه في الفرقه تيجي مجمع له ابرز اللقطات اللي لعبها في كل الماتشات، حتى لو كان بيعقه حتى لو كان بيعمل حاجه، وهتيجي مجمعها له في فيديو واحد. هتقول لي يا كابتن انت بدات تخلينا توغوش. لا انا كنت بكلم معاك بس بصراحه في الحته دي، لكن الفيديو بتاع اللاعب تقدر تقول انه نوعا ما مبشر في الراجل بيعرف يقف على الكره كويس قوي، والراجل نوعا ما بيقدر ان هو ينقل الفرقه لقدام. هتقول لك كابتن الراجل بيقف على الكوره وبينقل الفرقه لقدام. اه صديقي العزيز، الراجل بيعمل سكان ويقرر ان هو يبص للعيب اللي واقف في المكان الافضل، ودي حاجه نوعا ما تحب ان انت تتفرج عليها. فانت بتتكلم على لاعب نوعا ما هو اضافه لفريق الافريقي في الجانب الهجومي. والله نتمنى في نص الملعب ان يكون عندك لعيب زي كلاش نوعا ما يعمل الفارق. الراجل المفروض ان هو بيلعب متوسط ملعب هجومي، ومفروض ان هو جاي اعاره سنه وفي احقيه شراء. هتقول لي احقيه شراء عشان لو ربنا كرمنا ونجح نشتريه؟ اه صديقي، ادعي بس ان هو ربنا يكرمه وينجح وتشتريه. هتقول لي يا كابتن من ساعه ما اخواتنا الجزائريين بداوا موضوع المواهب، وطبعا احنا كلنا عارفين الموهبه الاكبر الجزائريه اللي موجوده على النت. لا يا كابتن انت كده تاخدنا لحته ثانيه. المهم يا صديقي العزيز ما تاخدناش لاي حته. تعال نتكلم على ان الولد موهبه، وتعال نتكلم على ان الولد يقدر يعمل اضافه كبيره بالنسبه للافريقي، لا اكتر ولا اقل. هو الفيديو الوحيد اللي موجود لي على يوتيوب هو فيديو واحد بس، وانت بتتكلم على 19 سنه. الدنيا بالنسبه له مش هتركز معاه في موضوع ارقام، هتركز معاه في موضوع ان هو يقدر ان هو يثبت نفسه، ويقدر ان هو يثبت ان هو قادر ينجح مع فريق الافريقي. الراجل جاي من فريق المولوديه، فريق المولوديه مش فريق قليل في الجزائر، بالعكس انت بتتكلم على احد من اكبر الفرق في الجزائر، فاكيد انت بتتكلم على ناشئ عنده مستوى محترم وعنده امكانيات تسمح له ان هو يلعب في الدوري التونسي. فبالتوفيق للاعب عبد الملك، وان شاء الله باذن الله كسر الدنيا في هذا الموسم، ونتمنى له النجاح مع فريق الافريقي، وان شاء الله باذن الله يكون فتحه خير عليه انتقال الافريقي، وهو يقدر ان هو يكون اضافه الافريقي في عمق الملعب. لان الافريقي في مرحله صناعه اللعب ومرحله متوسط الملعب الهجومي لا محتاجين يعني. ونتمنى ان شاء الله ان ده الموسم ده اللعيبه اللي تقدر تعمل الفارق تكون الصفقات الجديده، لان اللعيبه اللي كانوا موجودين قبل كده ما اعتقدش ان فيهم حد هيستمر.